بطل مسلسل سامحيني وليد كوزان يخلق الحدث بلباسه في أكادير. لمشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تشتركوا في قناتنا وتضغطون على زر الإعجاب حتى ترقى قناتنا نحو الأفضل. أتمنى ألا تبخلوا علينا. هيا بنا. شهد افتتاح فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير التي انطلقت مساء أمس الاثنين 9 دجنبر الجارية تكريم الممثل التركي مراد داناجي والمعروف في مسلسل سامحيني باسم وليد كوزان الذي تبثه القناة الثانية. تكريم وليد كوزان تميز بإلقاء الأخير كلمة له بالمناسبة باللهجة الدارجة معربا فيها عن امتنانه بهذا التكريم وشاكرا اللجنة المنظمة التي اختارته كضيف شرف في هذه الدورة من المهرجان. غير أن الملفت للانتباه هو أن الممثل التركي ظهر بلباس خلق الحدث، لم يعتد الجمهور المغربي أن شاهد فنانين بلباس عادي كالذي ظهر به الممثل مراد داناجي، لدرجة أن عددا من الحسابات الفيسبوكية تناقلت صورا له بشكل ساخر. شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.